إذن أهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونحن نتكئ في ظلال الفن والأدبي والتشكيل. ضيفي لهذا اليوم ضيف مميز، وهو كاتب وروائي وأيضا تشكيلي. أهلا بك أستاذ محمد المصطفى بشار، ضيفا عزيزا علينا اليوم في ظلال الأصيل، حياك. وبداية نحب أن نرحب بك ونبدأ، كيف ولج الأستاذ محمد المصطفى بشار إلى عالم الرواية؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لقناة الشروق. فيصعب على الشخص أن يحدد يعني لحظة محددة بدأ فيها يعني اهتمامي بموضوع الكتابة مثلا، لأنه الموضوع يبدو أنه متراكم من زمن طويل، يعني خبرات تدفع بعضها البعض حتى أنه تشكل في النهاية فكرة، ومنها تتحول لمادة مكتوبة أو مرسومة. ويبدو أنه البيئة كان لها أثر كبير في أنه هذه الأشياء تتفاعل مع بعضها البعض و تحاول أن تصنع مني كاتباً أو رساماً أو نعم. على هذه الشاكلة. نعم أستاذ محمد مصطفى، أنت خريج كلية الفنون الجميلة والتطبيقية، وأيضاً قاص وروائي وشاعر وتشكيلي، كل هذه الصفات. أيضاً لديك رواية تجليات يعقوب الفينيق، سفر الألوان، رحلة أدب شارة على أقمصة العازفين، وديوان شعر تحت الطبع هو السفر في احتراق المفردات. كلها هذه الكلمات وكل هذه المؤلفات الجميلة، لكن أيهما يغلب عليك، هل التشكيل أم الأدب؟ أفتكر أنه كله ممارسة فنية وفعل أدبي يأتي بلحظة المناسبة، يعني بدون تحديد. نعم. قد تأتي لحظة كتابة وتجي بكلياتها و تنتج مادة مكتوبة أو فعل روائي أو فعل مكتوب مثلا، قد تجي لحظة مختلفة ويكون مثلا لحظة رسم أو لحظة تلوين. على أي حال ممكن تسميها هي يعني بس لحظة إبداعية بدون تحديد يعني فترة زمنية أو سمة محددة في أنه توصم هذه اللحظة في أنها لحظة كتابة أو لحظة رسم. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني هل الرواية هي قادرة على أن تعبر تعبيرا جيدا عن المجتمعات بصفة عامة، وإيصال كل ما تطمح أن تصل إليه المجتمعات أو تعريف الناس بما يحدث داخل المجتمعات، هل تصل إلى هذه الدرجة من طبعا في الوقت الحالي كل العالم اتجه إلى الرواية، لأن الرواية صارت بتحوي الموسيقى والشعر والمسرح والفوتوغرافيا والسينما، وكل فعل إبداعي هو موجود داخل النص الروائي. رغم أنه العالم صار متسارع والعجلة يعني لتعجل الناس وسميه عصر السرعة، لكن كلها مشت في اتجاه الرواية. عندما نتحدث عن رواية نحن غالبا، لأنه هي الرواية أصلا هي منتج أوروبي أصلا، يعني ليست هي منتج عربي يعني مثل الشعر. ففي الدول المنتجة مثلا للرواية مثلا مثل نسميها الدول المركزية الأوروبية مثلا في فرنسا بالتحديد، يعني تقدمت الرواية في صالح وابتعد القصة القصيرة، ابتعد القصة القصيرة والشعر كلها تضاءلت لصالح الرواية، لأنه الرواية صارت أشمل وصارت هي اللي بتعكس واقع الناس، رغم أنه الرواية أصلا هي فعل متخيل قد يشبه الواقع يعني في بعض الأشياء، لكن كل الوجدان تحول إلى الرواية. هذا ليس انحياز مني مثلا لموضوع الرواية، لكن دي الحقيقة التي اتخذت لها مكان في العالم في هذا الوقت بالذات. نعم. طيب كيف ترى دور المثقف السوداني في ظل وجود أو مشاركاته الخارجية ووجوده هناك وسط المثقفين العرب أو حتى المثقفين الأجانب، كيف تراه؟ طبعا دور المثقف السوداني في الوقت الحالي هو بعيد جدا عن أي مشاركات. صح هناك أشخاص ينتجوا باستمرار، وهناك أسماء كبيرة ظهرت في عالم الرواية وفي عالم الأدب وفي مجالات مختلفة من مجالات الإبداع، يعني هي كظواهر فردية ونجحت وعملت إسهامات وإضافات
كثيرة، لكن طبعاً لما نشوف عدد المشاركين بالنسبة لبلد زي السودان لا يقل عن 40 مليون شخص يعني، فهذا العدد أفتكر أنه هو عدد قليل. والسبب يعني ليس عدد، يعني سبب المشاركات أن هناك أشخاص يكتبون لكنهم ليسوا في دائرة الضوء، هم بعيدين عن دور النشر والقنوات وبعيدين عن الإعلام حتى يعرف بمنتجهم. لكن أنا متأكد أنه في يعني سودانيين كثر موجودين في أماكن متفرغة من السودان ومنتشرين في بقاع مختلفة من العالم، وعندهم مساهمات وعندهم كتابات، لكن لن نستطيع أن نصل إليهم يعني بسبب أنه موجودين في أماكنهم ولم تسلط عليهم الآلة الإعلامية اللي هي بتظهرهم في أماكن وجودهم وتظهر إبداعهم سواء كان مكتوب أو مرسوم أو مغنى، حتى أنه يأخذ مكانه في خارطة الإبداع السوداني ويضاف كقيمة سودانية بعيد عن ما يسمع عن السودان من أشياء أخرى غير جيدة يعني. فأفتكر أنه كان هي الثقافة هي المحك الحقيقي، وهي التي يعني توصف بها الدول وتسمو بها الأمم يعني. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني تابعنا ظهور عدد من الكتاب الشباب تحديدا المثقفين الشباب لظهور كتابات يعني شاركت وفازت في بجوائز دولية، يعني الدور الجانب الدور المجتمعي هنا في السودان أو الدور الحكومي في تنمية هؤلاء الكتاب الشباب ودعمهم إلى الأمام، كيف تراها الآن في السودان يعني إذا كان في السنين الماضية أو الآن؟ لا طبعا الدور الحكومي غائب تماما، يعني كل النجاحات التي حدثت في الزمن القريب كلها نجاحات فردية. هناك فرق شاركت باسم السودان ولم تلقى دعم، شاركت بمجهودات الشخصية يعني. الدعم الثقافي المقدم قد لا يكون موجود أو هو محدود، وهذا طبعا يضر بالمسألة الإبداعية. الإبداع يحتاج أيضا رأس مال يعني، حتى أنه نقدم ثقافتنا للعالم والسودان يكون دولة معروفة. فيبقى الآن ونحن في ظلال هذه الفترة بالتحديد يجب أن تأخذ الثقافة مساحة أكبر حتى أنها تشكل وجدان المجتمع السوداني في أنها توحد يعني على الأقل، ويكون قامة بين الأمم الباقية يعني. فلذلك لا بد أنه يكون في مكون ثقافي يحوي كل المكونات الثقافية والأجسام الثقافية في أنها تقدم ما عندها وتقدم هذا المنتوج باسم جمهورية السودان، حتى يعني يصير السودان دولة بين الأمم يعني. نعم. حتى تكون سيرتنا جيدة غير سيرة الحرب المستمرة. نعم. أستاذ محمد، من خلال عناوين كتاباتك هي تعتمد على عنصر الجذب والإدهاش، العناوين المختلفة يعني دائما ما تكون هي جاذبة تحديدا في كتاباتك، أنت إلى ماذا ترمي من خلالها؟ هل للدعوة إلى القراءة والإطلاع أم ما 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 تريه للقارئ رؤية مختلفة تحاول أن تطرحها من خلال العنوان؟ والله يبدو أنه العناوين هي تمت بالمصادفة، ليست يعني كانت مقصودة يعني، أتت على هذه الشاكلة. طبعا يصعب في رواية يعني أحيانا تأتي لذهنك يعني عناوين أو أسماء مختلفة، وفي الغالب النص يعني ليس بالضرورة أن يكون يعني بنفس الاسم اللي هو ظاهر عليه يعني، قد يكون معبر بعض الشيء، لكن في النهاية هي تأتي عفو الخاطر يعني. أتذكر مثلا كتاب الرحلة اللي هو اسمه سفر الألوان، أنا كنت في البداية مسميه ومعارف استنفار ذاكرة، اسم كان قبيح يعني بالحقيقة. أخذت هذا الكتاب لدار نشر في أبوظبي اللي هو المركز العربي للأدب الجغرافي، واطلعوا على الكتاب وخاص بالرحلة، فتم اختيار اسم سفر الألوان. فعلا هو كان أفضل لأنه كنت طالب أدرس في مجال الفنون وتسفار صادف ذلك الزمن، فتم أخذ اسم سفر الألوان. فأحيانا قد لا نكون يعني جيدين في اختيار أسماء بعض الحاجات،
لكن قد تكون بعض الأدمغة المدربة في أنها تستطيع أن تقرأ النص وتطلق عليه اسم. يعني ليس هناك قاعدة محددة في أن تسمي عملي ما. نعم. طيب هل الروائي الشاعر أو الشاعر الروائي هو الأعمق في تناوله للقضايا المختلفة؟ التناول هو طبعا بيعتمد على إحساس الشخص والذائقة التي تخصه. في أنك تعيش في مجتمع زي السودان، مجتمع فيه تحولات شديدة ومستمرة وفيه نقلات حضارية وشيء مختلف. يعني السودان يختلف عن مناطق كثيرة جدا من العالم، طريقة حياة الناس وطريقة كسب عيشهم وطريقة يعني كل شيء تراه بصورة مختلفة، وفيه دقائق بتاع التفاصيل قد تكون هي أكثر إدهاشا عندما تنقلها لقارئ في دولة ثانية غير السودان، قارئ عربي قارئ أوروبي إذا حصلت ترجمة. فنحن عندنا واقع مختلف، فلذلك حتى تصوراتنا تكون مختلفة، لكن بقدر ما كانت في معايشة أعمق، بقدر ما كان هناك في صدق في نقل الوقائع. طبعا عندما نقول رواية نحن لا ننقل مباشرة، لكن نعتبر أنه هناك في واقع متخيل هو قد يشبه الواقع وبعض الشيء يعني. نعم. لكن ليس طيب أستاذ المقارب. محمد مصطفى، بالتأكيد يعني أي شاعر أو روائي أو تشكيلي لديه مشاركات خارجية، أين أنت من المشاركات الخارجية في المهرجانات المختلفة أو التجمعات أو المنتديات الثقافية سواء كان عربيا أو عالميا؟ شاركت في فترات عندما كنت أصلا مقيم بالخليج، يعني كنت مقيم في دولة الإمارات لقريب 10 سنوات، وكانت عندي مشاركات هناك داخل الدولة هناك، لأنه الاهتمام بالنشاط الثقافي أكبر ومتاح للجميع، وهناك أيضا حتى المشاريع الثقافية هي تمشي موازية للمشاريع الأخرى للدولة لأنه كنت مثلا موجود فيها. فلذلك مثلا دولة مثل الإمارات في العام في 2 معرض كتاب دولي، معرض أبو ظبي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، يعني هناك تكريس يعني كبير لمفهوم الثقافة والعمل بها ووجود الإمكانات وتوجيه الإمكانات نحو الثقافة، لأنه موضوع الثقافة هي المرآة الحقيقية اللي تعكس ثقافة شعب محدد يعني، وهذا الذي ينقصنا الآن. نحن ليس لنا عواكس حتى أنه نعكسها للعالم العربي أو في دول الجوار، هذا يحتاج خطط ويحتاج تمويل، ويبدو أن الدولة السودانية ليس من همها الثقافة في هذا الوقت. نعم. طيب أستاذ محمد المصطفى، يعني الأديب العالمي الطيب صالح وروائي نقل الرواية السودانية إلى العالمية، يعني ووضع الراوي أو الكاتب السوداني في تحدي كبير، كيف تنظرون إلى هذه الرؤية يعني بنقل الرواية السودانية إلى العالمية بعده رحمه الله؟ طبعا الطيب صالح هو طبعا رقم كبير، ويعتقد أو يعني تقريبا تم تصنيف رواية موسم الهجرة إلى الشمال من أفضل يعني 100 عمل أو 100 كتاب في القرن 20. ف الطيب صالح عمل نقلة كبيرة جدا وعرف بواقعنا بصورة كبيرة جدا جدا، ويبدو انه هو فتح المجال لانه حتى انه تكون في كتابات ثانية سودانية تكون مقروءة والناس او العالم يتجه الى السودان. لكن طبعا دائما السودانيون عندهم سؤال اجابته مغلقة، يعني فماذا بعد الطيب صالح؟ هناك الإنجليز لم يقولوا ماذا بعد شكسبير، الفضاء مفتوح. أيوة. كل شخص موحد في أنه هو يكتب فليقدم عمله يعني وكذا يعني. نعم. طيب أستاذنا، يعني يتحدث البعض أن تحويل الرواية إلى عمل درامي يفقدها الكثير من خصوصيتها وتميزها، يعني كيف تنظر إلى هذا القول؟ والله في القالب، لأنه عندما تحول عمل روائي إلى عمل سينمائي أنت هنا ستقلق الأفق، لأنه لما أنت تقرأ من كتاب الخيال بيبدأ يشتغل وتبدأ أنت تتخيل، لكن لما
المخرج في السينما يحدد سقف خيالك من خلال ما ينتجه من فيلم يبدو أنه خلاص أغلق عليك الأفق. فأنا أفضل أنه الشخص قبل ما يشاهد الفيلم المعني بالرواية أفضل أنه يقرأ القصة. ودونك مثلا الحب في زمن الكوليرا لما هي صارت فيلم صار الوضع مختلف. طيب كيف استفدت أنت ككاتب من الذاكرة الشعبية السودانية يعني في إيصالها إلى كرواية أو كقصة بشكل مختلف؟ طبعا الكاتب بالضرورة يكون عنده ذاكرة يعني شعبية أو للمكان الذي نشأ فيه يعني أكيد. فلذلك يعني هو المخزون الذي يدفع الشخص للكتابة أو الكاتب للكتابة اللي هو الإرث الثقافي السوداني أو النطاق السوداني اللي إحنا موجودين من خلاله حسب المكان اللي ولد فيه الشخص. فعندما تجد شخص مثلا من وسط السودان قد يعيش ظروف وكتابة مختلفة من شخص عاش في إقليم دارفور. إذا اتخذنا مثلا أستاذنا الراحل إبراهيم إسحاق عندما كتب عن دارفور مهرجان المدرسة القديمة ومجموعة من المجموعات القصصية اللي كتبها يعني مثلا زي مهرجان المدرسة القديمة يعني هو يكتب بلغة مثلا محلية بلغة دارفور بلغة هي عربية خالصة لكن بنفس الطريقة التي يتحدث بها الناس. تجد كاتب آخر في مكان مختلف من السودان يكتب بصورة هي في النهاية نقصد التصورات أو الأخيلة التي يستطيع أن ينقلها الكاتب ويحولها لعمل روائي ويقرأها الناس. يعني الآن يعني تحدي كبير ينتظر المثقف السوداني خاصة في ظل المتغيرات المختلفة ثقافيا واجتماعيا، يعني كيف تنظر إلى هذا التحدي بالنسبة للمثقف السوداني تحديدا من واقع ما نعيشه الآن من ظروف وأجواء مختلفة؟ والله هو المثقف أو الكاتب هو ينتج ويكتب. يبدو أن المرحلة القادمة هي مرحلة الدولة. الدولة هي مفروض تنفق على موضوع الثقافة وتبذل يعني قصاده مال وفير حتى يعني نثري بمنتوجنا الثقافي أو الإبداعي للعالم الخارجي. يعني فأنا أعتقد أنه المثقف هو قاعد ينتج. الدولة هي المقصرة فإنها هي لا تبحث عنه ولا يعني تقيم إبداعه ولا تقف بجانبه، يعني لأن المثقف في النهاية هو شخص عادي يحتاج أنه يعيش كما يعيش باقي مثله مثل أي شخص في أي مهنة أخرى. ففي الغالب الناس يعني يسقطوا كثير من الأسئلة على الشخص المثقف أو الكاتب أو المبدع، لكن لا يسأل الدولة التي هو موجود فيها كم أنفقت في مجال الثقافة. نجد أن الدولة مقصرة. نعم. طيب أستاذ كيف يمكن أن نصنع روائيا منذ الصغر، يعني منذ المدرسة أو من البيت، كيف يمكن أن نصنعه أو نساهم في صنعه؟ إذا تكلمت عن تجربتي الشخصية، يعني أنا مثلا في البيت لقيت في مكتبة تخص المرحوم الوالد مئات الكتب أو آلاف الكتب والعناوين اللي هي كانت في غالبها هي مطبوعات مصرية اللي هي سلسلة إقرأ ومجلات العربي مجلات الدوحة وكتب عالم الحيوان وكتب الفلسفة. المهم فكنا أسرة غارئة في الحقيقة، يعني كنا أسرة غارئة. الوالد ربنا يرحمه أيضا كانت غارئة، والقريب أنه كانت تحكي لي أشياء عن يعني هي أيضا كانت تقرأ من نفس المكتبة. وفي تلك الفترة يعني حتى الأمهات في الغالب يعني ما كلهم مثلا يتلقوا تعليم مدرسي منتظم، لكن مثلا تقوم تحكي لك عن حكاية مثلا عن جان جاك روسو المفكر الفرنسي المعروف كذا. أيوة. فأعتقد أنه دي كلها ساعدت في أنه أنا أكون شخص كاتب.
لأنه مثلا استطعت أنه أقرأ مثلا مجموعة كبيرة من الكتب توفرت في لحظة محددة وصار نهمي متزايد للكتب القراءة وحتى الآن أنا حابب أقرأ باستمرار حتى يعني في أي لحظة أجد شيء موضوع أنا لازم شنو أحاول أقوم يعني أطلع عليه وأقرأه. يعني صارت مسألة القراءة يعني هي إدمان يعني. فكل كاتب بالضرورة يحتاج إنه يعني يحصل له شحن باستمرار من خلال قراءة وقراءة أعمال الآخرين أكيد يعني. هي الوحيدة هي اللي تصقل مهارات الكاتب وتضيف بالنسبة له. فبدأت أتلمس الطريق للكتابة أتذكر من وقت مبكر في السنة الرابعة الابتدائي فكتبت شيء أشبه بالشعر على ورق الفلوسكاب شايفك يا عيون ما المهم لا تذكر. شيء أشبه بالشعر أو متذكر من أيوة. الجزء وثبتته على ورقة على كرتون نعم. قلت أمشي أنا حقوم أثبته في المدرسة يا سلام بعد ذلك خجلت من هذا النص ورميته خلف يعني حقائب كانت مصفوفة فالوالدة لقت النفس وقالت لي دي كتابتك أنت قلت لها أيوة هذا أنا فيعني الشخص لا يعرف بالتحديد أين هو متى هو بدأ لكن تبدأ تناظرات يعني الدور من البيت بعيد. أول والمدرسة ثانية أيوة فالكتب الموجودة في البيت أتذكر يعني أفتكر إنه هي اللي وجهتني في اتجاه القراءة وبعد إنه أنا أقوم أتحول لموضوع الكتابة واصلت في نفس المجال في المدرسة المتوسطة بديت أتناول مثلا موضوع الرسم عندما ذهبت للجامعة أو قبلها برضو يعني حاولت محاولات في الشعر وعندما انتقلت إلى الجامعة أصلاً كنت أدرس في مجال الفنون يعني في تخصصي الأولي نحن ركزنا طبعاً على رواية أكثر ما تكلمنا عن محمد المصطفى بشار التشكيلي فكلها كانت مراحل قد تكون هي غزت في النهاية موضوع الرواية لأنه في الغالب في الرواية لما تجي تنقل صورة تنقلها 3D يعني صورة مجسمة فلما تكون أصلاً تدرس في مجال الأرت أو مجال الفنون يعني قادر أنك تتخيل الموضوع هو مجسم وفي ثلاث أبعاد يعني أن مثلا توصف غرفة وتصف لون الستائر الأسرة الموجودة الطاولات أيوة. وكذا يعني تستطيع هل فكرت ترسم مشهد من مشاهد رواياتك يكون متذكر في ذاكرتك وصف دقيق وبديت ترسمه نحن بنعرف أنك تشكيلي برضو والله الغريب ما تخيلته ما رسمته فقط كتبته أي لأنه كأني استغنيت بالكتابة أو المشهد اللي أنا تصورته حولته لشيء مكتوب ما فكرت أنه أرسم في نفس الفكرة ما فكرت قد يعني أتجه إليها فيما بعد يعني لأنه ما في شخص قبل كده ذكرني إلا أنت في هذه اللحظة طيب هل لديك أي مشاركات خارجية في جانب التشكيل تحديدا؟ آخر مشاركات كنت مشارك في دولة الإمارات قبل سنوات في معرض تشكيلي في دبي في السودان في الزمن القريب ما عملت مشاركات في السنوات القريبة لأنه يعني ما زلت أرسم وفي أعمال مثلا موجودة وتداخلت يعني موضوع الكتابة تداخل مع موضوع الرسم أجد نفسي في لحظات كثيرة في أنه أكتب النص الروائي وأبدأ أتمثل فيه العمل المرسوم يعني هو العمل الملون يعني يعني نفس ما أرسم أتخيل أنه كأنه هو مكتوب أو العكس دائما الفنانين بيقول لك عنده لحظة إلهام بالنسبة للتشكيليين تحديدا أو الروائيين والكتاب بصفة عامة إلهامك دائما بيجيك لحظة الكتابة دائما أو مختلف يعني إذا كان بالنسبة للرسم أو الكتابة بالنسبة للرواية والله هو طبعا هو موضوع الإلهام ده يعني هو موضوع معقد يعني لكن نحن يعني نتكلم في الشيء الواقعي يعني نحن مثلا الآن في مركز الخرطوم لتدريب الفنون مثلا يعني بندرس مثلا الرسم والناس يجي يسألوا في أنه يخل الموضوع ده موهبة وقول لهم إخواننا أي شيء عنده قواعد يمكن تعلمه حتى الرسم نفسه يعني موضوع الموهبة يا صاحب تكون gifted من ربنا لكن تمثل نسبة قليلة
لكن ما دمت انت بتهتم بالقواعد، قواعد الرسم بتصل لنسبه معقوله يعني، فلذلك صعب التكهن يعني بال في انه هي لانه الموهبه ما عندها شكل ظاهر او طريقه محدده. صح الناس يشوفوا عمل فني وينبهروا، لكن احيانا تحصل تفاعلات او في الغالب في تفاعلات بتحصل في الدماغ يعني اصلا تفاعل كيميائي هو اللي طيب حتى الواحد لو ما موهوب في الرسم مثلا باعتبارك انت يعني تشكيلي، حتى لو ما موهوب في الرسم بامكانه ان يتعلم؟ ايوه يمكن اتعلم، لانه الرسم عنده قواعد. اذا الشخص امتثل لنفس قواعد الرسم هو ينتج العمل اللي امامه. هي صح الموضوع ده يحتاج تمرين مستمر حتى تصل للمرحله اللي ممكن تنتج فيها العمل، لكن اذا انت تهتم بالقواعد بتصل لنفس النتيجه. هي لما نقول الموهبه في ان تشوف عمل متقدم في الـ في الـ في التكنيك او في الـ يعني في الـ في انتاج العمل الفني او الطريقه او الاسلوب الذي تم به العمل اللي هو بيخلوه مثلا متفرد، وده موضوع طويل يعني قد تكون الكليه الملكيه ممكن تقبل 400 طالب فنون، لكن الفنان ممكن يطلع واحد او اثنين فقط. فلذلك موضوع الموهبه ده موضوع صعب التحدث فيه يعني، ممكن اغلب الناس يبقوا خطاطين ويبقوا يقلدوا لوحات ومرممين، لكن موضوع فنان موضوع ده معقد جدا. نعم. الناس يفتكروا الموضوع ده بالسهوله، ليس بالسهوله التي يتحدثون عنها يعني. نعم. طيب يعني تابعنا يعني في الماضي كان اهتمام المدارس السودانيه بحصه الفنون، الان يمكن قد تكون يكون هنالك مثلا تراجع في جانب تدريس الفنون في المدارس، ما بنفس المستوى السابق يعني. بالتأكيد مثلا أنتوا متابعاتكم في الجامعات أو في المعهد يعني حضور الطلاب من المدارس وغير متعلمين للفنون، يعني هل بتفتكر أنه من المهم جدا أن تعاد حصة الفنون كما كان سابقا زمان؟ هي بالضرورة، لأنه موضوع التربية الفنية حتى لما يتم تدريسها للأطفال هي القصد منها إطلاق الطاقات الكامنة لدى الأطفال. طبعاً. أيوة. يعني ما بالضرورة إن الطفل ده يعني أنت خايف إنه يبقى فنان، الفنان ده موضوع سهل عشان إنه يبقى يعني أصلاً. فالممارسة الفنية اللي بيعملها الطفل بتخليه أكثر اتزاناً، ونحن بنوصي إنه مفروض الأطفال كلهم يعني يرسموا ويشاركوا في العمل الفني والعمل الإبداعي ده، لأنه بيخلي إنه الذوق بتاعهم يرتقي ويفهموا. وبيخلوهم مندمجين في هذا العمل، لأنه الآن هو قمة الفن في أنك تكون شخص راشد لكن ترسم بنفس طريقة الأطفال، يعني يكون عندك الخيال اللي بيرسموا به الأطفال يعني. نعم. إذا أستاذ محمد المصطفى بشار يعني في محطة صغيرة، هل يمكن أن نستمع إلى جزء من ما كتبت إذا كان أو صورة من رواية تجليات يعقوب الفينيق أو سفر الألوان، رحلة أدب أو شار على أقمصة العازفين، أي واحد منها لك الخيار؟ هو طبعا يعني صعب أن أقوم أستعيد نص مكتوب يعني كمشهد، حتى كمشهد يعني في تجليات يعقوب الفينيق يعني اللي هو البطل الرئيسي اسمه يعقوب بخي تجاك، اللي هو كان هو مصاب في حرب وكان مظلي سابق وقطعت رجله، وده واحد من أبطال الرواية. الفينيق هو كأسطورة يعني. أيوة هو كأسطورة، لكن هي الفكرة الرئيسية إنه في شخص عاش على النيل باستمرار ما شاف غير السودان. نعم. وفي شخص عاش في الخليج ما شاف السودان. يلا الشخصين دول هما يتقاطعوا في ذهن الروائي. يعني يتقاطعوا في ذهنه حتى إنه يتبادلوا أطرافهم. يعني الشخص الموجود في الخليج هو شخص سليم البدن، لكن هو يحن باستمرار لهذا البلد الذي لم يره. تمام؟ يعني تجي لحظة صوفية وكلهم ينتظموا في مشهد واحد. الشخص اللي عاش في الخليج أو الشخصية اسمه عبد الرحمن سيد بشرة، عبد الرحمن فجأة هو يبدأ يتوكأ على عكازتين. والرجل المصاب اللي كان فاقد أطرافه يصير كامل البدن يعني.
يلا هنا في تعقيدات كثيرة، يعني نازل أصلاً هو ما تلاقوا إلا في ذهن الكاتب. أيوة، في ذهن الكاتب أو في ذهن الراوي في التحديد. نعم، فالموضوع معقد، يحتاج أنه الشخص يقرأ الرواية بأكملها، الرواية كاملة. أيوة، لأنه هناك في مصادفات داخل النص، وطبعاً صعب يعني يتم نقل رواية في أو حتى فكرتها في زمن قليل، لكن هي بتعتمد فكرة الهجرة في أنك تكون موجود في مكان والقلب ينبض بالسودان، يعني لأنه دائماً عندما تكون أنت بالخارج أو شخص مغترب يعني تتمنى أنه كل يوم أنك تكون يعني نايم في بيتكم، يعني لأنه الحلم دائماً عن السودان، عن الوطن. وأعتقد أنه هي دي ليست حالة خاصة بالسودان، لأنه كل شخص بنفس الطريقة أنه يحن إلى بلده يعني. نعم وكذا. طيب أستاذ محمد مصطفى، يعني بالتأكيد لديك فكرة أن تكتب عن شيء محدث في الفترة القادمة يؤرق تفكيرك، عن ماذا تفكر أن تكتب؟ فعلا أنا أكتب في نص ولم يكتمل الآن، هو عن ما نعيشه في السودان يعني في الوقت الحالي يعني. هو أقرب لطريقة يعني تيار الوعي في الكتابة، هي دي مدرسة في مدارس الكتابة الأدبية، يعني تيار الوعي في أنه تتحدث عن نفسك، هو أقرب لسيرة ذاتية للنص. لأنه مثلا أنا تنقلت في مناطق مختلفة من السودان وعشت في مناطق مختلفة بحكم عمل والدي في مجال التعليم، فعشت في بيئات مختلفة وصادفت، كان لي مصادفات مختلفة وكثيرة مع ناس مختلفين وعايشت أوضاع مختلفة، فلذلك خلى عندي مخزون يعني مختلف ومتنوع بحسب البيئات السودانية اللي أنا عشت فيها، لأنه السودان بلد متنوع، وهذا الشيء الوحيد الذي لم نستفيد من هذا التنوع في أنه هو الرافعة الوحيدة التي تجعلنا بين مصاف الأمم يعني من ناحية مكون ثقافي. نعم، أشكرك جدا أستاذ محمد المصطفى بشار الكاتب والروائي، كنت ضيفة عزيزة علينا اليوم، تابعنا من خلاله كل المناشط المختلفة التي تحدثنا فيها، جمعت بين الأدب والرواية والشعر، وأيضا جمعت ما بين التشكيل، كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم في ظلال الأصيل. نشكر لك حسن حضورك معنا، واستفدنا جدا من ما قدمت لنا من إفادات ثرى، شكرا لك. أشكركم جزيلا على هذه السانحة، وأنا أتوقع أنه يكون في مكون ثقافي يعني يحمل كل الأجسام الثقافية، حتى أنه مثلا تقدم لبلدنا السودان. نعم، أشكرك جدا. شكرا.